داب التلج وبين المرج بالسباق الانتخابي على مقعدين لمجلس زيربون التربوي يلي شهد منافسة خمس مرشحين عرب خرجوا جميعاً خالين الوفاض بانتخابات نصفية بتبلش من الكونغرس بواشنطن وبتوصل لأصغر مدينة أمريكية. مجلس زيربون التربوي يلي بيتولى الإشراف على المدارس الحكومية بالمدينة بالإضافة لكلية هنري فورد، مجلس له تأثيره الاجتماعي والتربوي والعلمي على مستقبل أجيال أجيالية يلي رح نرصد ردة فعله على هيدي الخسارة. أنا شاركت في الانتخابات في نوفمبر 6، للأسف يعني كنا نتمنى أن يصعد أحد المرشحين المؤهلين من الجالية العربية، لكن للأسف لم يحالف الحظ ولعدة أسباب نعرفها جميعا، ونتمنى مستقبلا أن تتحد الجمعيات والمنظمات السياسية العربية الأمريكية في اختيار الشخص المؤهل. إنه لازم نحن ننتخب ونكون إيد واحدة ونعبر عن رأينا ويكون إلنا رأي، خصوصي إنه ربينا أولادنا هون وأحفادنا ورح يربوا هون، سو بتمنى إنه يكون لك كل شخص يروح ينتخب ولحتى يصير إلنا صوت. ولكن للأسف على ما سمعنا في ديربون إحنا اختلفنا على الأسامي المرشحين، كانوا خمسة أشخاص وكان هذا عدد يعني شتت الأصوات، خسرنا صوت مهم مثل الأخ عادل معزب وفي بعض الأخوان. كان المفروض الجالية المنظمات الموجودة في ديربون أنها تتحد ويختاروا اثنين مرشحين، كانت فرصة كبيرة يعني، لكن للأسف في ناس دخلوا في الانتخابات وهم غير مؤهلين يعني. أقولها بكل أمان، اللي صار بالانتخابات أنه كلياتهم تنافسوا وكلياتهم صار يواجهوا بعض، سو مشان هيك انه بس يصير الواحد يواجه الثاني ما بيخلوناش نشتغل كلياتنا بايد وحده، بتاثر علينا احنا هون. نحن العرب هيدي الطاوله بتاسس لتسي كل واحد له جنسيته، هذا سعودي هذا يمني هذا لبناني، حتى لو كنا من نفس المنطقه لبنان يعني، لتسي اذا هذا لبناني فتح محل فلافل اعطيه شهر شهرين بتلاقي العالم هون يعني الجيل اللي عنا فتحوا مثله، إذا مش على كل زاوية حتى بالبيوت بيفتحوا. على كل الجاليات يعني إنه بتجي لهون بيجي عندهم خلفية ثقافية معينة، بس مفروض إنه نعمل development يعني، مفروض الإنسان يتطور، مفروض يتعلم من الدولة، أول دولة بالعالم بالتكنولوجي بالنظام بالقانون بالسلام بالثقافة يعني. حتى تصور إنه الأدمغة العربية كلياتها الموجودة كانت ببلادنا العربية، وين موجودة؟ موجودة بأمريكا. فنحن كأمريكان مفروض كأمريكان نتعلم شو عندنا النظام الأمريكي ونمشي على أساسه. كل إنسان بيوصل للهدف اللي بده إياه من خلال كفاءاته العلمية والثقافية والإنسانية كمان، على أساس أنه ما يكون في عندنا حقد، ما يكون في عندنا غيرة وندمر بعضنا من أجل منصب يعني. للأسف عشان هذا بفتكر هذا اللي صار أخيرا. هيدي مصيبة يعني، مصيبة كبيرة للجالية. فتح جامع الشيخ، بيجي واحد تاني لا انا بدي كمان ضارب عليه، بدي اعمل انا كمان مسجد، بدي 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 جيب العالم، كيف بدي جيبها؟ بدي اعمل بروموشنز، بصير مثل يعني تاكل لتسي روس العالم، انه كيف بدي جيب العالم؟ بدي رخص. لا مش 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 ضابطه هيدي. ونفس الشيء بالانتخابات، الانتخابات يعني لازم نرشح نحن واحد نعطيه لتسيل للثقة، لا بدنا نجيب نحن عشرة وما نعرف يعني هني الأشخاص منين جايين يعني، بدنا واحد exactly يكون عنده كفاءة ويرشحنا نحن، يوصل صوتنا اللي عن جد مش مسموح للأمريكان. So القهوة يمنية والبليزر من محل عراقي واللهجة لبنانية ببلد بشكل فيها التعدد والاختلاف بالثقافات والإثنيات والجنسيات القوة الرئيسية.
منيح نتعلم كيف نحول هيدا التنوع لنعمة مش لنقمة. ومثل ما بيقولوا باللهجة المصرية المهضومة، خيرها في غيرها ما تندمشي، خيرها في غيرها ما تندمشي.